أن قضية تسعير اللحوم في محافظة صلاح الدين قد أثارت انقساما بين الأطراف المعنية. من جهة تسعى الحكومة المحلية إلى التخفيف من الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون من خلال وضع تسعيرة جديدة، ومن جهة أخرى يرى القصابون أن هذه الخطوة تمثل تهديدا لأرباحهم وقد تؤدي إلى خسائر، ما دفع بعضهم إلى الإضراب احتجاجا. احنا نذبح غنم نصرف عندنا على 15 على 14 على 13 موطلي بصراحة، ورجينا صخل صخلة عنز نذبحه، بس مال طلي كذب يصرف 15، والهوش الشرح ببغداد كلب 22، وهنا يبيعوه ب 17. ورايا كروه السياره، ورايا وايا امور. فانت من تجي تريد تنزل اسعار ما تجي على مثل ما يقول على البقال، اروح على المصدر، المصدر هو نفس المصدر اللي يبيعه، اذا يبيعه باربعه اقدر ابيعه بسته، واذا يبيعه بعشره اقدر ابيعه ب 12 اللحام. بينما يستمر هذا الجدل، يجد المواطنون بارقة أمل في هذه التسعيرة الجديدة في حال معالجة الأسباب الرئيسة لهذا الارتفاع. يقول أحمد أحد سكان المحافظة أنه يأمل في أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين قدرتهم الشرائية، خاصة مع الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة. القصابين سووا أضراب السمامة، هاي المحلات اللي خلفي حاليا معزلة اليوم إلى 5 أيام ما يفتحون، لا الدولة قادرة تفرض عليه ولا هو راح يستجيب الآن. يعني هذا الفقير من دي يجي ودي يشوف ودي يطلع يشتغل بالعمالة يوميته 10 15 20، وين يروح يشتري بيه اللحم ويجي يقعد ما يفكر وراه مسواق زايد ناقص طبيب مريض، هذه كلها ماكو. وفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة يتطلب الوضع حلولا فعلية تحسن القدرة الشرائية للمواطنين من خلال فهم الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ارتفاعها، إلى جانب ضرورة تفعيل الدور الرقابي لضبط السوق وضمان استقراره. ومع بدء تطبيق التسعيرة الجديدة تتزايد الدعوات الموجهة إلى الجهات الحكومية لضبط سوق المواشي ومنع تهريبها إلى المحافظات الأخرى، الأمر الذي يهدد بتفاقم هذه الأزمة وارتفاع الأسعار محليا. سجاد حكمة، قناة زاغروس، محافظة صلاح الدين.